المشاركة حق وواجب لننتخب ممثلين في مجلس المؤسسة. حقوق وواجبات التلاميذ في الحياة المدرسية: الحقوق، حق التعلم، حق التعبير، حق المشاركة في الحياة المدرسية، حق الحماية، الحق في تكوين أندية ثقافية وفنية وانخراط فيها والمشاركة في تنشيطها، الحق في انتخاب مندوب القسم ونائبي في مطلع كل سنة دراسية. الواجبات: الاجتهاد في التحصيل الدراسي، المواظبة والسلوك الحسن، العناية بتجهيزات المؤسسة، المشاركة النشطة في القسم وفي الأنشطة الموازية، احترام القانون الداخلي للأقسام. مجالس المؤسسة: المجلس التربوي يقوم بوضع مشاريع البرامج السنوية للعمل التربوي والأنشطة الداعمة والموازية. المجلس التعليمي يدرس وضع تدريس كل مادة وأساليب تطويرها وينسق بين مدرسيها. مجلس القسم يدرس مختلف القضايا التربوية والتقويمية التي تخص التلاميذ. مجلس التدبير يتولى التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة، ومن مكوناته المدير بصفة رئيسا، الحارس العام الخارجية، ممثلا عن الأطر الإداري والتقنية، ممثل في عن كل مادة دراسية من هيئة التدريس، مستشار في التوجيه والتخطيط، ممثل عن المجلس الجماعي، رئيس جمعية الآباء والأمهات التلاميذ، ممثل عن التلميذات والتلاميذ. يجتمع هذا المجلس مرتين خلال السنة ويقوم بمجموعة من المهام، وبينها اقتراح نظام الداخلي للمؤسسة، دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة وتتبع إنجازها، المصادقة على التقرير السنوي للتدبير الإداري والمالي، ثم الاطلاع على القرارات الصادرة عن المجالس الأخرى. خطوات انتخاب ممثلي التلاميذ في مجلس المؤسسة: قبل البدء في انتخابات المجلس كالانتماء للمؤسسة والمواظبة، خلال وقت الانتخاب كالترشح والمشاركة في الحملة الانتخابية، ثم إجراء عملية الاقتراع السري المباشر. بعد انتخاب المجلس كالمواظبة على حضور اجتماعات المجلس والالتزام بقراراته.